السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل زمان وفي كل مكان. اليوم هنتكلم عن أول رحلة أنا دخلتها للعراق في إبريل مايو عام 1996 علشان ننفذ مشروع الأضاحي هناك، بعد ما ربنا وفقنا واستطعنا أننا نحصل على تأشيرة دخول العراق. كيف حصلنا على التأشيرة؟ عن طريق بعض المعارف والأصدقاء اللي هم اتصلوا وزكونا عند وزارة الأوقاف في العراق، فطلعت التأشيرة في مدينة بروكسل في بلجيكا، لأن في بريطانيا كانت لندن كانت السفارة العراقية أغلقت. ذهبت أنا لبلجيكا، في قصة طبعا هتكلم عن إزاي أخذت التأشيرة، بس دي بعدين يعني. وأخذنا التأشيرة وسافرت أنا وزميلي أو أحد المتطوعين مكتب أمريكا اسمه أفتاب، وكان شاب وجيه وسيم وصغير وأنيق يعني. واتقينا في بريطانيا ورحنا مع بعض لعمان عشان ناخد العربية. تواصلت الطائرة الإنجليزية أو البريطانية على الساعة 9:10 مساء، نزلنا مباشرة على موقف التاكسيات وخدنا عربية احنا الاثنين لوحدنا، وطلعنا مباشرة على بغداد. كنا عارفين عن طريق مديرة مكتب السيد وزير الأوقاف الدكتور عبد المنعم، السيدة سميرة المعضيد، كانت إنسانة رائعة 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 يعني، رحمها الله في الدنيا والآخرة يعني. أنا أعرف ما أين هي الآن. المهم قالت لنا كيف نمشي، أخذنا العربة من الأردن أو من عمان الساعة 11-12 بالليل، واستمرنا في المسير إلى أن وصلنا لبغداد حوالي الساعة 7 أو 8 صباحا. كنا عارفين أين سنذهب، طبعا رحنا لفندق الرشيد وحجزنا غرفة يعني بسريرين علشان تخفض النفقات، وكان طبعا على مدخل الفندق اللي هي الصورة بتاع جورج بوش زي ما كانت حطتها واحدة من العراقيات على الأرض، بحيث كل من يدخل الفندق يدوس على صورة جورج بوش الأكبر. المهم دخلنا هناك، وكان حق يعني وجهتنا اننا نلتقي بمعالي الوزير عشان نرتب مشروع الأضاحي. كانت ميزانية هذا المشروع حوالي 30,000 دولار في ذلك الوقت. المهم حاولنا نروح اول يوم وتاني يوم وما استطعنا ان نقابل الوزير، فاجتهدنا ان احنا نروح نبتدي نشتري اللي هم الأضاحي ونفك الأموال في السوق الغير رسمي. طبعا فارق العملة بين الاثنين ان كان قيمة الدولار او الاسترليني في البنك نصف قيمته في خارج البنك، فحولنا العملة وكنا بنشيل الأموال في زكايب يعني، او اللي هي الاكياس الزباله الكبيره بتاعت الايه القمامه دي اللي هي السوداء حطها في العربيه. تعرفت على احد الشباب اللي هو كان قريب لاحد الزملاء هنا في بريطانيا، ورحنا تعرفنا عليه وغدانا في بيتهم، واستعملت انا اللي انا مستعمله انه يجي يكون معايا مساعدي كسائق عربي، لان هنا ممنوع تتعامل مع اي حد من ابناء العراق في ذلك الوقت، كان دي كان جريمة يعاقب عليها قانون، ممكن تؤدي إلى السجن أو إلى كذا. وحتى تحويل الأموال في السوق الغير رسمي كانت جريمة تعاقب عليها قانون العراقي، قد تصل إلى السجن أو الإعدام. المهم أخذنا المخاطرة ورحنا وحاولنا أننا نشتري الأضاحي قبل أسعار ما تغلى قبل عيد الأضحى بأسبوع تقريبا. بعد كده هو نزلنا الموقف اللي هو اللي بيسموها الوقفة في العراق عشان نشتري. طبعا اتضحك علينا في اول مجموعة الى ان اتانا تاجر سوري وعرف ان احنا ما احناش تجار ولا كذا، فعلمنا ازاي نشتري الخرفان وتصدقنا معه وبدأنا نشتري منه هو الخرفان. الامر هنا لم ينتهي، ليه؟ لان احنا كنا لسه بنتعلم، طبعا كنا احنا اتنين فقط ومشروع زي كده ما كانش مفروض يطلع فيه اتنين فقط. بعد كده هو حاولت اقابل المسؤول اللي هو الوزير واعطوني ميعاد ان اتقابل معه في اليوم التالي. فروحت هناك وقعدت في الليل ده، والليله دي بالذات حاول ان انا اقيم الليل، مش عارف اقيم الليل ازاي. فافتكرت كده شيء واعتقدت انها ايه، وقعدت اقيم بيها الليل طول الليل. وطلعت في الاخر اللي أنا لما قابلت الشيخ كاظم الراوي على الغداء في بيت بنته،
قال لي يا ابني دي كانت الـ 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 الدعاء بتاع سيدنا خالد بن الوليد، هو كان مش دعاء النوم، لما كان عنده أرق من النوم كان بيعيه. المهم لما قابلت الوزير في ذلك اليوم، حاول الموظفين عند الوزير انهم ياخدوا المال عشان يعملوا التحويل ده، ويكون في زي ما انتم عارفين يكون في مكسب للموظفين. فانا رديت عليهم رد قطعي، قلت لهم شوفوا احنا لان انتم تاخرتوا علينا 3 4 ايام وخفنا الاسعار تعلى، حولنا الاموال واشترينا الخرفان، عايزين بس منكم ناخد ورقه علشان نستطيع نقل هذه اللحوم من محافظه الى محافظه. الوزير كان فاهم وتفاهم الموضوع، وكان عارف ايه اللي بيحصل في كواليس وزاره الاوقاف او في اماكن اخرى، فسمح لنا ولننطلقوا. وكانت في الجلسه دي بردك حصل نقاش اخر، ان الموظفين كانوا رافضين ان احنا نوزع الاضاحي الا على اهل السنه فقط، فاحنا رفضنا رفض قاطع، لما احنا جايين من بريطانيا تعامل مع السنه، تعامل مع الشيعة، تعامل مع المسلمين، تعامل مع الصابئه، مع المسيحيين، مع كذا مع كذا كلنا. فالوزير جزاه الله خير وافق ايضا، واعطانا الورقه عشان ننقل اللحوم من بغداد لكل محافظات العراق. ودي كانت مكرمة عظيمة جدا جدا جدا، أدت إلى تغيير العمل الإنساني للعراق، ليس فقط في 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 بغداد بس، في العالم كله. ليه؟ لأن أغلب الجمعيات التي كانت تعمل في أوروبا وتجمع المال أو في أمريكا كانت لا تصدر تقارير وتصدر صور. لماذا؟ لأن التقارير والصور كانت تعتبر جريمة ممكن يعاقب عليها نظام صدام حسين، وفي نفس الوقت ممكن تؤدي إلى السجن أو الإعدام. إحنا كنا أول من كسر هذا الحاجز العقيم العميق. لماذا؟ لأن إحنا عدم وجود شفافية أدت وأنا أجزم بهذا إلى إهدار عشرات الملايين من الدولارات في الفترة ما بين 92 91 إلى 96 إلى وصلنا إحنا هناك في مشروع الأضاحي. فإحنا قاعدة الشفافية نفذناها بحذافيرها، حتى أننا بعد ما انتهينا من توزيع الأضاحي في أماكن مختلفة عملنا تقرير باليد، ما كانش معايا كمبيوتر، تقرير باليد ده ادينا نسخة منه لليونيسيف اللي كان مسؤول عن العمل الإنساني في العراق عن طريق الأمم المتحدة، وادينا نسخة منه للوزارة، وادينا نسخة منه للصليب الأحمر الدولي، ورجعنا بالآخر مرفوعين الرأس فضل الله سبحانه وتعالى، لنغير ثقافة العمل في العراق في الوقت بتاع صدام حسين، لما كانوا يخشوا على أنفسهم من أن يخرجوا من العراق بصورة أو يخرجوا من العراق بتقرير إلى آخره. وده جزء من الأخلاقية هنا، هو إلى أخلاقيات الشفافية وأخلاقيات المصداقية وأخلاقيات المخاطرة وأخلاقيات المحافظة على وحدة الوطن العراقي بأن ندخل للعراق من خلال بغداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.